أهلا بكم. أحد الشعنين والذي يسبق عيد القيامة المجيدة، تحتفل به الكنائس الرسولية سنويا مع جموع المؤمنين حاملين أغصان الزيتون، مستذكرين فيه دخول السيد المسيح إلى مدينة أورشليم واستقبال أهلها له بالسعفي والنخيل، ومفترشين الأرض بالورود، حيث تقام القداديس الإلهية بهذه المناسبة. عدسة نورسات الأردن شاركت في إحياء بعض هذه الاحتفالات وأعدت التقرير التالي. احتفلت الكنائس الرسولية مع رعاياها بأحد الشعانين وإقامة القداديس الإلهية بهذه المناسبة التي تسبق الاحتفال بعيد القيامة المجيدة. ففي كاتدرائية أم الكنائس للروم الكاثوليك في جبل الويبدة، ترأس قدس الأب نبيل حداد راعي الكنيسة القداس الإلهي الذي أقيم احتفالا بأحد الشعانين بحضور جموع المؤمنين وأبناء الرعية. هوشانا 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 لابن داود. واحتفلت رعية كنيسة اللاتين في منطقة الجبيهة بقداس أحد الشعانين الذي ترأسه قدس الأب طارق أبو حنا كاهن الرعية، بمشاركة جموع المؤمنين وجوقة الكنيسة وأفراد الكشافة. وترأس قدس الأب إليكسيوس قاقيش راعي كنيسة القديسين قسطنطين وهيلانيا للروم الأرثوذكس في منطقة مرج الحمام قداس أحد الشعانين بحضور جموع أبناء الرعية. واحتفل المؤمنون وأبناء الرعية في كنيسة مار أفرام للسريان الأرثوذكس بقداس أحد الشعانين الذي ترأسه قدس الأب بنيامين شمعون راعي الكنيسة. لما سمع أهل أورشليم أن هذا المخلص الآتي قد شفى أمراضهم وقد خلق عيون لإنسان ليس له عيون، وقد أقام إليعازر بعد أن أنتنا ووضع في القبر 4 أيام، أهل أورشليم قالوا هذا هو المخلص. وفي كنيسة الفاد الإنجيلية الأسقفية العربية ترأس القس فايك حداد صلاة الشعانين محتفلا مع أبناء رعيته بهذه المناسبة المقدسة. وإلى شمال المملكة احتفل أبناء الكنيسة الأرثوذكسية بقداس أحد الشعانين، حيث ترأس سيادة المطران فيليمونوس مخامرة مطران بيلا وشمال الأردن القداس الإلهي في كنيسة القديس جيورجيوس للروم الأرثوذكس بمحافظة إربد، بمعاونة عدد من الآباء الكهنة ومشاركة جوقة الكنيسة وحضور جموع المؤمنين. واحتفل أبناء الكنيسة الكلدانية بأحد الشعانين وذلك بقداس إلهي أقيم في كنيسة القديس يوحنا دي لاسال الفرير في جبل الحسين، وترأسه قدس الأب زيد حبابة كاهن الرعية الكلدانية في الأردن بمعاونة عدد من الشمامسة وبحضور جوقة الكنيسة وأبناء الرعية. هوشانا
وأقامت الرعية الكلدانية أيضاً يوماً خاصاً للاحتفال بالشعانين مع أطفال وطلاب التعليم المسيحي، ترأسه الأب زيد حبابة بمشاركة المونسنيور ماورو لالي القائم بأعمال السفارة البابوية بعمان. أهنئ جمهور أبنائنا المسيحيين على تعدد انتماءاتهم على مساحة أرضنا، على مساحة انتشار مؤمنين الذين ينقلون بشرى أن هذا القبر هو القبر الفارغ، هذا هو قبر الحياة. نقول بركة الشعانين وبركة ملك المجد المنتصر بعد أيام على الموت. نقول نحن نستحق أن نحب الله، وعلينا واجب أن نحب الله، لأننا أبناء الله، لأننا الذين اعتمدنا بالمسيح فقبلناه، فكان لنا دوما وسيكون القيامة والحياة. المسيحية هي إيمان القيامة، هي إيمان الحياة. بوركتم أحبتي، المسيح قام، حقا قام. بهذا الوعد نحن ننتصر ونظفر. فإلى أسبوع عظيم مقدس يملأ قلوبكم وبيوتكم ومجتمعاتكم، يملأها حبا وفرحا، عطاء وشهادة بالمسيح ومن أجل المسيح.